تابعين معكم مشاهدينا ومع طلاب من جامعة البلمند ومع قسم منهم، عدد منهم يلي حصلوا على ترخيص لتنظيم مؤتمر تيد اكس من مؤسسة تيد. اثنين من التلاميذ موجودين معنا اللي هن كريم مدلج وآيا شلق. اهلا وسهلا فيكم. بدنا نحكي عن المشروع الخاص فيكم، شو هو المشروع، وقبل بدنا نحكي شو هي تيد اكس او شو هو مؤتمر تيد اكس وتيد. هلا اول شيء تيد هي منظمة عالمية تأسست بأمريكا، صار لها تقريباً 34 سنة، وهذه المنظمة هي بتنظم مؤتمرات سنوية وبيكونوا most of the time بأمريكا أو بغير بلاد. وهدف هذا المؤتمر بيكون إنه العالم تناقش أفكار جديدة وأفكار مهمة كمان للمجتمع تيعملوا إذا بدك إمباكت على هذا المجتمع. فأنتوا قدمتوا طلب لتحصلوا على ترخيص منهم لتنظيم مؤتمر تيد إكس. خبرونا على المؤتمر. هلا هو تيد اكس، الاكس هي للاندبندنتلي اورجنايز، يعني نحن متفرع من الجمعيه الاساسيه اللي هي تيد. الثيم تبعنا السنه هو اوت اوف ذس وورلد، يعني كل شيء خارج عن المألوف، الاشياء اللي نحن مش متعودين نشوفها، الافكار اللي منها كليشيه كثير بنتداولها. والسبيكرز اللي عنا، نحن عنا 9 سبيكرز، كل حدا جاي من باك جراوند مختلفه، عم نتناول كل المواضيع اللي بتشغل الفكر. قبل ما نحكي عن السبيكرز او اللي رح يكونوا موجودين بالمؤتمر، ليه نقيتوا هيدا الموضوع؟ ليه رحتوا لمحل كتير بعيد مش مألوف؟ هل قد صرنا عايشين بروتين ما بقى بدنا إياه، زهقنا منه؟ هلأ نحن هدف الكلوب طبعنا بالجامعة هو هيدا exactly، يعني بدنا نأسس شيء بالجامعة يكون شيء جديد العالم مش شايفينه من قبل، تنكسر مثل ما أنت قلت هذا الروتين اللي بتعرف الجامعة، الدرس، everything هاي نعمله يعني every day. فحلو يكون في شيء جديد، حلو هيك شيء إذا بدك شغلك الكيوريوسي تبعك، وهذا نحن عم نجرب نعمله. لوين أخذتوا حشرية المشاهد بهالمؤتمر؟ لأي عالم؟ شو بيتضمن؟ هلا نحن رحنا، يعني رحنا كل موضوع غير الموضوع الثاني. في ناس مثلا معنا راغدة درغام، نعم، جايه تحكي انه شخص يسترجي وما يخاف من المتكلمين، نعم، العلميه. وعندنا كمان انطوني نحول كمان جاي يحكي، عندنا ألم هنا بده يحكي عن الموفيز واهميه القصص بحياتنا، ناس رح تحكي على البيولوجي وتقدم الارتفيشال انتليجنس بالعالم، يعني كل شيء غير بعضه. انتوا دوركم بهيدا المؤتمر شو هو كطلاب؟ بعرف انه انتوا عددكم قد ايه تقريبا؟ نحن 65، نعم، بالفريق. نحن بالفريق 5 اشخاص، بس اكيد نحن عندنا فولنتيرز بيساعدونا كيف نحن ننظم الايفنت. نحن سوري، شو كان اكزاكتلي سؤالي؟ شو دوركم انتوا بالمؤتمر؟ يعني الفريق مكون من مين ودوركم بهذا الفريق؟ هلا نحن دورنا بالفريق بيسكلي كل شيء، التنظيم تبع المؤتمر، نساعد السبيكرز ان يكونوا مرتاحين اون ستيج، سبونسرز، ايفريثينج، يعني نحن دورنا بيسكلي يعني انه تامنوا كل الظروف لحتى المتكلمين يكونوا متوفر لهم كل الظروف الجيده. مثلا الاعلاميه راغده درغام، هل حضرتوا مع الموضوع اللي رح تطرحه لحتى يصير في ديبيت نقاش بينه وبين الحاضرين؟ هلا نحن مع كل سبيكر اكيد حضرنا معهم، يعني كل واحد يطلع له حقه انه يطلع له الفيدباك من التيم تبعنا عن كيف، اذا الايديا منيحه، اذا بدها شويه تظبيط، اذا بركي يعني حسينا في شيء لازم ينزاد. نحن قعدنا مع كل سبيكرز، واكيد نحن مثل ما قلت تيصير في ديبيت، يعني بين يصير في اذا بدك فكره جديده عم يعطوها للمشاهدين. المتكلمين ذكرنا راغدة درغام، الشاب انطوني نحول يلي خلق من دون اطراف. مثلا عن شو بده يحكي انطوني؟ انه هو بده يحكي عن قصته، عن كيف يعطي العالم موتيفيشن انسبيريشن هن يقووا ويتخطوا كل شيء هن ممكن يمرقوا فيه بحياتهم. يعني هيدي من الصعوبات الكثير كبيره للشخص معقول يواجهها، فالستوري تبعته هي اكثر مثل انسبيريشن، وبتشغل هيدا هالقوه اللي جوات كل انسان فينا انه هو عن جد يتخطى المصاعب وينجح كمان ويبرز. وهو كمان زياده عن هيك بده يحكي انه كيف everyone is actually handicapped، بس نعم، انه كل واحد بطريقته، عرفتي كيف؟ some people بركي mentally هن عندهم قصص ناقصه بحياتهم، ما ضروري فيزيكلي. نحن وقت نقول هانديكاب بنقول ذوي الاحتياجات الخاصة، وكل انسان هو بحاجه اكيد لاحتياجات كثيره. وايضا في ميسرة عاد اللي هي مصابه بالكانسر، كمان رح تحكي عن تجربتها وافكارها الخاصه. مين رح يكون موجود مين الحاضرين؟ مين بندعي؟ الاعمار، الفئات؟ هلا هي الانفايت للكل، الكل قادر يجي، اهلا وسهلا بالكل، بكل الاعمار، كل الفئات، كل different types of thinking، كل العالم فيها تجي على هذا الايفنت. والتيكتس انباعت للكل، يعني ما كانت لا مخصصه للجامعه ولا لفئه معينه من العالم. يعني اي متى رح نطلع على البلمند ونشارك بهالمؤتمر؟ السبت، يوم السبت. اي الساعه؟ السبت من الساعه 9 لل 5، اتس فول داي ايفنت، وفيه كل شيء، في سبيكرز، بيرفورمنسز، يعني اكتيفيتيز،
ما راح العالم ما راح تزهق، يعني ما راح يكون في ثانية عم تقطع والعالم ما عم تعمل شيء. أيوة كريم، نحن بنتشكركم على المجهود يلي بذلتوه لحتى هيك نطلع بأفكارنا لخارج هيدا العالم ونكون نحن مصدر إلهام لكل الموجودين. Good luck لكم وأهلا وسهلا فيكم.